ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. السيد المهندس الدكتور محمد كرار رئيس مجلس إدارة شركة ماكسيم، السادة رجال الأعمال والمستثمرين، السادة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية لمحافظة مطروح، السادة عمد ومشايخ ووجهاء مطروح، السادة رابطة شباب مطروح، السادة الإعلاميين المحترمين شركاء التنمية، السادة الحضور الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أرض الأمل والتنمية والمستقبل، ونحن نحتفل اليوم بافتتاح المرحلة الأولى من بو آيلاند لمشروع ماكسيم، ذلك الصرح السياحي والاستثماري الكبير الذي يعد نجاحا لباكورة مؤتمر مطروح الاقتصادي الدولي الأول في أكتوبر 2015، وقد أصبح حقيقة على أرض الواقع مع ما يوفره مشروعنا الجديد من عائد اقتصادي واستثماري لمنطقة الساحل الشمالي الغربي ومطروح بقيمة استثمارية إجمالية 14 مليار جنيه على مساحة نحو 5 مليون متر مربع، تحقق منها خلال المرحلة الأولى عدد 206 وحدة سكنية على مساحة 250 ألف متر مربع، منها 44 فيلا منفصلة و42 فيلا متصلة و120 شاليه، بالإضافة إلى المنطقة التجارية التي تتكون من منطقة ترفيهية ومطاعم ومعارض الأثاث ومعارض عقارية على مساحة حوالي 70,000 متر مربع. مع إشادتنا بالالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإقامة المرحلة الأولى من المشروع، برغم التحديات والإصلاحات الاقتصادية التي تخطوها مصر حاليا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع المؤقت لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بما يمثله دون شك من زيادة وعبء وتكلفة الخامات القائمة على تنفيذ المشروع. ويأتي مشروعنا اليوم متزامنا مع عدد المشروعات الاستثمارية المصاحبة له حاليا على أرض مطروح بقيمة استثمارية 22 مليار جنيه، والتي من شأنها جميعا الإسهام بفعالية في تعزيز الاقتصاد القومي المصري بصفة عامة ومطروح بصفة خاصة، مع حثنا للسادة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على الاستفادة من التسهيلات والمزايا الخاصة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية بمحافظة مطروح، والدعوة لإعلام محافظة مطروح هذا العام عاصمة الاستثمار والسياحة المصرية بما تتمتع به من مقومات وظروف ملائمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات. ولا يسعنا إلا أن نكون فخورين اليوم بهذا الإنجاز الكبير والمشاريع القومية العملاقة التي تقام على أرض مطروح، وفخورين بقيادتنا السياسية الرشيدة بما تسعى وتطمح إليه من جديد لجذب الاستثمار واستحداث قوانين جديدة للتيسير على السادة المستثمرين ورجال الأعمال وتحقيق الصالح العام والمخطط الاستراتيجي والمستقبلي لمصر، مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، مع التأكيد على أسبقية ونجاح تجربة محافظة مطروح في تطبيق نظام الشباك الواحد للتيسير على السادة المستثمرين مع انطلاق المؤتمر الاقتصادي الدولي بمطروح أكتوبر 2015. فهذه هي مصر دائما في تحديها لكل الصعاب تبهر العالم بإصرار أبنائها وقدرتهم على تحقيق المستحيل، فبشائر الخير قادمة من عزم القيادة المصرية على مواصلة مسيرة البناء والتنمية. السادة الحضور الأكارم، إن محافظة مطروح تخطو بخطى كبيرة وغير مسبوقة ومتسارعة في سجل تاريخ التنمو مع فتح أفاق المشروعات القومية على أرضها، يأتي من اهتمام الكبير بالقيادة السياسية بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن، مع تمتعها بالاستقرار والأمن
وجذب ثقة المستثمرين بمصر وخارجها، والاستعداد لتقديم كافة وسائل الدعم من أجل نجاح تلك المشروعات وإنجازها في إطارها الزمني المحدد، بل والإسراع بها اقتضاء بقيادتنا الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسابق الزمن لنهضة شعب مصر انطلاقا من خطوات وثقة وإجراءات علمية وعملية لقهر المستحيل. السادة الحضور الأكارم، أعود فأؤكد أن رسالة افتتاح المرحلة الأولى لمشروعنا اليوم هي استكمال لثورة مصر الجديدة، ثورة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر، والتي يخوض مسيرتها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حتى أصبح العالم ينظر إلينا اليوم كيف نصنع الإنجازات رغم المحن والتحديات. فالشعب المصري قادر على صنع المستحيل مع إدراك طبيعة المتغيرات الدولية من حولنا. كما نؤكد أننا جميعا نعمل من أجل مصلحة الوطن وإعلاء شأنه وتحقيق رفاهية المواطن، فهو الغاية التي نسعى من أجلها. حفظ الله مصر أرضا وشعبا، وحقق دائما لها التقدم والإزدهار، وعاشت مصر قوية أبية بسواعد أبنائها البواسل تحت قيادة ابن مصر البار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.